بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم. ماذا يديرك عندما يعترف العالم وتنكر الحارة؟ إبراهيم. أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة. حلقة اليوم حلقة ثلاث ستات تحمل الرقم 666 من ملك وكتابة. الحارة إيه؟ الألفية دي حارة إيه؟ ولاد حارتنا ولا إيه؟ لا يعني ما له حاجة تضحك. جاي من محفل عالمي، العالم كله بيشيد بيك، وتجد الناس اللي بتكلم نفسها وعايشة في هذه الفقاعة الوهمية، الفقاعة الوهمية تقلل من إنجازك وتقلل من ماتشاتك وتقلل يعني، والنبي تزعل ولا تضحك؟ سيبوا في فقاعة الوهم دي شوية. عشان كده دي حلقة مهمة، حلقة الثلاث ستات. حلقة هذه أبرز عناوينها: مقالي ومقاله في تأكيد المؤكد، الغربال صاحبة الجلالة وصاحب المقام الرفيع، وبعضمة لسانه طب ما تيجي نفتح الدفاتر، والشموع الحمراء أحمد حسنين باشا، أسرار الملك ودخلنا عرين أسد الأطلسي، وأخيرا مجلتنا اليوم ومن 40 سنة. ده محتوى الثلاث ستات اللي النهاردة إن شاء الله في حلقة مهمة. نتمنى أن احنا نناقش هذا المحتوى كله مع حضراتكم، لكن البداية دايما وأبدا كما تعودتم، مقالي ومقاله في تأكيد المؤكد. أما عن هذا المؤكد فهو الكابتن حسن حمدي. قيمة الكابتن حسن حمدي، نزاهة الكابتن حسن حمدي، وشهادة البراءة الخارجة عن سلطات التحقيق بشأن ذمة الكابتن حسن حمدي التي كنا من المؤكد يا باشمهندس كلنا تأكيد بقيمتها وبنزاهتها وبشرف ومكانة الكابتن حسن، لكن أن يخرج هذا في شكل قانوني موثق فده مؤكد، تأكيد للمؤكد. محدش فينا كان عنده ذرة شك في سلامة موقف الكابتن حسن. أيوة. ولذلك كنا دائما نشيد بقدرته على أنه يتحمل في رجولة كده، ويعني يواجه هذا الموقف بشجاعة ويقين. أيوة. وكمان ما كانش عندنا شك أبدا في نزاهة وشموخ جهات التحقيق وعدلتها. الحقيقة بنبارك له وبنقول له يا رب كده تفضل في احسن حال. كابتن حسن، امبارح يمكن بوابه اخبار اليوم الحقيقه انفردت بتقرير مهم جدا عن التفاصيل الكامله لالغاء التحفظ على اموال رئيس النادي الاهلي الاسبق. وقالت اخبار اليوم في بوابتها الالكترونيه: تلقى البنك المركزي والشهر العقاري وسلطات المنافذ خطابا من جهات تحقيق بشان الغاء امر منع الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي من التصرف في امواله السائله والمنقوله والعقارية بموجب قرار سابق لجهاز الكسب غير المشروع بتاريخ كذا وفقا لكذا. قدمت الشكوى ضد محمد محمود اسماعيل وشهرته الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الاسبق بصفته وقتها مديرا لوكالة الاهرام للاعلان. بوابة اخبار اليوم نشرت التفاصيل الكاملة من مصادرها وقالت انه الكابتن حسن حمدي وخلال 8 سنوات فترة التحقيق المطولة قدم لجهات التحقيق كل المستندات الدالة على سلامة موقفه المالي، وانتهت اللجنة أو لجان التحقيق التي أثبتت قانونية ومشروعية مصادر دخله وسلامة مركزه القانوني والمالي تماما، وتم أيضا التأكيد على أنه لا وجه لإقامة الدعوة ضده وضد أسرته، وعليه أمرت بإنهاء أثر قرارها السابق بمنعه من التصرف في أمواله أو منعه من السفر خارج البلاد. وده تأكيد شديد وجديد على سلامة موقف الكابتن حسن اللي أنا قلت لحضراتكم من البداية كان هذا شيئا مؤكدا. الحمد لله. ودائما هو أنت في مبدأ في الدنيا يمشي عدل يحتار عدوك فيك. أيوة. ومش بضروري العدو بالمعنى الحرفي. أيوة. لكن أولئك الذين
يتوهمون او يتربصون او يكرهون النجاح او يكره يعني دائما يشككوا في في في, في الناس الناجحه. فالحمد لله انت بتبقى مغطي نفسك بالنزاهه بانك تمشي عدل. الحقيقه كابتن حسن حمدي طيله 8 سنوات لو كان في حد ممكن يكون مثال ونموذج للصبر والتحمل والجلد والثقه في النفس وفي سلامه الموقف هيكون ده المعنى العام للكابتن حسن حمدي، لانه ما طاله اكيد انتوا تابعته. ناس كتيره قوي ما لهاش اي لازمه تقولت واساءت واشاعت والصقت به تهما كثيره، لكن كان الحقيقه الكابتن حسن حمدي شديد الصلابه والثقه. انا مش عايز اتكلم لان في حاجات حتى بعض اولئك الذين تقدموا بشكاوى ضده يطالهم التحقيقات الان. احنا مش عايزين حد يبقى في هذا الموقف العصيب، لكن في كل الاحوال احنا بنقول ايه تاني، انت امشي عدل عشان تبقى مطمئن على مستقبلك. والحمد لله كابتن حسن حمدي وهو صابر كان مطمئنا وكنا معه مطمئنون. طيب لكن اتفضل. يعني اللي انا عايز اقوله كفايه بقى نبقى عايشين هذا الجو الصعب اللي محدش محتمل حد، ويا رب كلنا يسترنا ربنا، لان يعني عمليه صعبه جدا. وانا كنت والله شايف الكابتن حسن حمدي زي ما انت بتقول كده نموذج للصبر والشجاعه والتحمل. طب كابتن حسن حمدي ممكن تقوله باختصار شديد، يعني هو رئيس النادي الاهلي، هو كابتن حسن شان الكابتن الخطيب يمكن الاثنين من القلائل اللي عمرهم ما تقدموا للجمعيه العموميه للنادي الاهلي في اي انتخابات الا وحازوا ثقه الجمعيه. حتى كابتن صالح يمكن لم يوفق في انتخابات 76، لكن الكابتن حسن مر بكل مقاعد مجلس الإدارة، عضو، أمين صندوق، نائب رئيس، رئيس بالإنابة، ثم رئيس بعد وفاة الكابتن صالح في صيف 2002، واستمر الكابتن حسن رئيسا للنادي الأهلي من 2002 حتى سلم الراية بعده لمجلس المهندس محمود طاهر في 2014. عايز أقول لكم الكابتن حسن سلم راية مجلس إدارة النادي الأهلي في 2014 مارس 2014 والاهلي اكثر انديه العالم تتويجا بالبطولات في المركز الدولية. الاول كان قبل ريال مدريد 19 بطوله، كان رقم واحد على مستوى العالم. كان النادي الاهلي في نهايه دوره الكابتن حسن حمدي وزملائه اعضاء المجلس. بس كمان اللافت جدا انه خلال هذه الفتره ال 12 سنه والكابتن الرئيس كابتن حسن رئيس للنادي من مارس 2002 لغاية 2014 الأهلي فاز ب 29 بطولة، ولعله أكتر رئيس نادي في حقبته حاز الأهلي بطولات في كرة القدم. 29 بطولة بالظبط تفصيلها يا باشمهندس: بطولة الدوري 9 مرات، كأس مصر 3 مرات، سوبر محلي 7 مرات، 5 بطولات لدوري أبطال أفريقيا و5 بطولات للسوبر الأفريقي. يعني 29 بطولة في خلال فترة تولي الكابتن حسن حمدي رئاسة النادي ومجلس إدارته، لأنه الإنجاز دايما يحسب لكل أعضاء مجلس الإدارة. دي كانت الحقبة الذهبية للنادي الأهلي اللي من بعدها استعاد الأهلي بطولاته في الفترة الأخيرة وبدأ ينافس بشكل قوي جدا. حاز الكابتن حسن في فترة رئاسته للنادي على تكريمات مهمة جدا، لكن كان التكريم الرائع جدا حتى بعد ما خرج من رئاسة النادي وهو ليس رئيسا للنادي الاهلي. كرمه الاتحاد الافريقي في العاصمه الاثيوبيه كافضل رئيس لنادي في تاريخ افريقيا. في تاريخ كره القدم الافريقيه كرم الكابتن حسن حمدي كافضل رئيس ناد في القاره. كمان في خلال فتره رئاسته للنادي الاهلي اختارته الحكومه النمساويه واللجنه المنظمه لبطوله الامم الاوروبيه يورو 2008 سفيرا عن افريقيا لبطوله الامم الاوروبيه، وكرمته الحكومه النمساويه في حضور رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم انذاك. بص يا استاذ ابراهيم، دائما قصص النجاح تاريخك يزكيك. ايوه، لما تلتفت الى تاريخ العظماء الذين ذكرتهم، كابتن صالح، الكابتن حسن، الكابتن الخطيب، كلهم لهم تاريخ يزكيهم. انت بتقول عمرهم ما دخلوا انتخابات كابتن حسن كابتن خطيب الا ما تفوقوا فيه. ليه؟ في تاريخ بيزكيك. ايوه، الكابتن صالح اول انتخابات خاضها
خاض امام الفريق مرتجي على الرئاسه وكان في اللحظات الاخيره وخسر بفرق 200 صوت. ايوه بعد كده كل الانتخابات اللي دخلها اكتساح يعني باكتساح ثقه كبيره. اذا احنا بنتكلم على ناس كلها لما تشوف تاريخها كلعيبه واخي تاريخهم تقريبا يكاد يكون متشابه. ايوه يعني التلات مفردات بالمناسبه يعني كرموز للكوره لكره القدم الاهلاويه والثلاثه يعني راضعين من منهج واحد. ايوه هو حب الاهلي، هو التواضع امام مصلحه الاهلي، مفيش مصلحه اعلى من مصلحه الاهلي. أيوة. والسعي الدؤوب الذي لا يشبع ابدا لتحقيق خطوات وقفزات للنادي الاهلي على كل الاصعده الاداريه الفنيه الماليه الانشائيه، كل واحد مهموم بهذا الهم وربنا بيوفقهم. والحقيقه يعني رايه الاهلي خفاقه في تراكم كل هذه المحصلات، وان تاريخ النادي الاهلي مبني على بعضه من 1907 مش هتجد الا تاريخ تراكمي كل رئيس يفخر بفطرته، كله بيسلم بعض. فالحمد لله على نعمه الله. الحمد لله على نعمه الاهلي، وزي ما قلت لكم هي قيمه كره القدم حتى في النادي الاهلي، وازاي تقدر تقدم لسلطات الاداره نماذج كبيره تقدر تقود النادي وتقدر تحافظ على تقاليد النادي الاهلي وتقدر دايما ابدا تكون غيوره على فريق الكوره يا باشمهندس تحديدا. فريق الكوره ودورها المؤسسي في رعايه الرياضه، انت عندك لعبه انت اللي محتكرها، ولو مش موجوده في الاهلي محدش هيقول لك هو اللعبه دي مش عندك. العاب القوه. ايوه. يعني مش شايل همها غير جهتين في البدايه الاهلي والان طلع الجيش والانديه العسكريه. ايه اللي بترعى هذه اللعبه؟ يعني انت متخيل انك انت بتصرف على لعبه ما انتش بتكسب من شعبيتها حاجه، لكن هذا دورك المؤسسي تجاه الرياضه تجاه ودورك في ام الالعاب كمان. ودورك ناحيه وطنك، دورك كنادي وطني، انت انشئت بغرض تمصير الرياضه المصريه وهو متحقق على يد قيادتك، وقلنا الكلام ده ألف مره. انت النادي الذي رفض ان يكون يعني في اجانب في انشطته، انت مبني ولما وان هنا جت كلمه الوطنيه مش كلمه مقحمه. انت مش نادي يعني اجانب او في اختلاط، لا ده انت انشئت لغرض انك انت تبقى نادي الطلبه المصريين ومن اجل هموم المصريين وتمثيل الرياضه المصريه. فالنادي الاهلي هو نادي يرعى ويحتضن ويشرف بما يقدمه من نموذج كل اهداف الدوله. عشان كده كابتن حسن حمدي كان الكل سعيد جدا، او هو نموذج مشرف صحيح لاهداف الدوله، كان الكل سعيد جدا بشهاده البراءه الداله والدامغه والمؤكده في تاكيد المؤكد زي ما قلت لكم على نزاهه الكابتن حسن حمدي وسلامه موقفه القانوني والمالي. بنقول للكابتن حسن الف الف مبروك، وكلنا ثقه دايما وابدا في قيمه الكابتن حسن حمدي. وانا لك ان تستريح. أنا للشافعية أن يمدد قدمي. لا ده في سياق آخر، لكن هو الكابتن حسن أنا متأكد هموم الدنيا كان شايلها. صحيح. إذا أنه اسمه يفضل ببريقه وفي نفس الوقت حرية الحركة، حرية أصعب شيء أنك عمرك كله يبقى أنت مستني الحكم بالبراءة فيه. ألف مبروك لكل قيم النزاهة والشرف والأمانة، شهادة البراءة التامة للكابتن حسن حمدي. يمكن ده جاي في خضم فرحة أهلوية كمان، الأهلي لسه راجع من كأس العالم للأندية، لسه حاصل على ثالث كأس العالم للتأكيد على المسار اللي الكابتن الخطيب ومجلس إدارته ماشيين عليه جيل ورا جيل، فيبدأ الأهلي سريعا الدخول في سباق العاشرة يا أهلي إن شاء الله، يستهل مشواره في دور المجموعات بفوز كبير ومستحق على المريخ السوداني الشقيق في القاهرة، ثم يحزم الاهلي حقائبه للسفر غدا الى دار السلام للقاء سيمبا التنزاني يوم الثلاث ان شاء الله. وهو دي بتوري لك يعني قدره الاهلي على قبول التحدي. انا كنت قلقان جدا جدا جدا، وكانت تحضرني تجربه 2006 واحنا راجعين من كاس العالم ونشوه الفوز واسترخينا جدا وخسرنا اول مباراه في الدوري بعد ما رجعنا. ايوه. ف
فكنت يعني المرة دي انت راجع على اول تحدي في المجموعة في اول خطوة في مشوار العشرة يا اهلي، فكنت خايف جدا. وبعدين الغيابات، ولكن ربنا يقدر لك الافضل عشان كل البدلاء ينزلوا بتحدي مش محتاج تشحنهم بقى او تخرجهم من زهوة النصر، هم داخلين يثبتوا الوجود. والحقيقة هذه روعة لاعب الاهلي وعظمتهم، وانك انت اي واحد منهم مهما كان مش في المشهد او مش رجله مش في الملعب ينزل ما تشعرش انه غاب عن الملعب. صحيح، عشان كده الجهاز الفني ومستر بيتش موسيماني كان حريص على تجهيز كل اللعيبه، وايضا يمكن الجهاز الطبي اخضع كل اللاعبين المتاحين للمسحه الطبيه النهارده اللي الحمد لله طلعت سلبيه وتاكدت سلامه كل اللاعبين واستعدادهم للسفر غدا مع بعثه الفريق الى دار السلام. زي ما قلت لكم الاهلي هيلعب مع سيمبا يوم الثلاث، وفي نفس المجموعه الاولى اللي تصدرها الاهلي بدري بثلاث نقاط وثلاث اهداف، هيلعب فيتا كلاب الكونغولي في ملعبه في كنشاسا مع او هيسافر للمريخ. يعني الاهلي هيكون في ضيافه سيمبا، والمريخ السوداني هيستضيف فيتا كلاب الكونغولي اللي كان خسر في ملعبه في مباراة الذهاب 1-0. المجموعة الثانية شباب بلوزداد هيلعب في نفس اليوم مع سان داونز، يعني سان داونز هيسافر للجزائر، ومازيمبي هيسافر للسودان، يعني مازيمبي هيلعب مع الهلال أيضا يوم الثلاث. دي في المجموعة الثانية. في المجموعة الثالثة بترو أتلتيكو والوداد المغربي وكايزر تشيفز مع حوريا كوناكري. المفروض مباراة الوداد وكايزر تشيفز معلقة حتى الآن. المباراة كانت قصتها يا جماعة، السلطات المغربية رفضت تستقبل فريق كايزر تشيفز بدعوى أنه في سلالة من فيروس كورونا الغريبة منتشر في جنوب أفريقيا، فالسلطات الصحية رفضت السماح بدخول بعثة كايزر تشيفز للرباط. فالاتحاد الأفريقي قال للوداد المغربي قدامك 24 ساعة تحدد دولة تستقبل المباراة، حددوا القاهرة وتم الاتفاق على إقامة المباراة في القاهرة. لكن بعد ما تم تعديل الموعد، تضارب الموعد اللي حدد لهذه المباراة مع المواعيد المصرية، يعني الاتحاد الافريقي عدل على الموعد؟ عدل الموعد، فلم يناسب الظروف المصرية والأجندة المصرية، فاعتذر الاتحاد المصري عن عدم استضافة هذه المباراة. في المجموعة الرابعة اللي فيها الزمالك، هيسافر الزمالك أيضا إلى السنغال لمواجهة تونجيث السنغالي. في نفس الوقت الترجي هيكون في ضيافة مولودية العاصمة، ودي كلها يا باشمهندس يوم الثلاث إن شاء الله الجولة الثانية. شوف المباراة القادمة دي مع سيمبا هي صدارة المجموعة، الفائزان ويعني الناديين اللي مدركهم التوفيق. فنتمنى كل الخير للنادي الأهلي ويأتي منتصرا. مباراة صعبة جدا جدا جدا، مباراة صعبة، لأنه كمان خدوا بالكم سيمبا فاز بره الأرض، فواضح من الشكل كده أنه هو المنافس المباشر في المجموعة. هو كابتن سيد لما بسأله قبل المباراة كان اتفرج على سيمبا وفيتا، قال لي سيمبا فريق منظم جدا جدا جدا، وفوزه ما كانش اعتباطا يعني. فربنا سهل، فوزه ما كانش اعتباطا، لكن فوز الأهلي كان مستحق. الأهلي بالمناسبة في هذه الجولة، الجولة الأولى، فوزه 3-0 هو الفوز الاكبر في الجوله كلها، وكان هجوم الاهلي هو الاقوى هجوما، كما ان فوز الاهلي على المريخ السوداني كان الفوز السادس على التوالي لحامل اللقب. الاهلي كان كسب الوداد المغربي مبارتين، كسب الزمالك في الفاينل، ادي ثلاث مباريات، ثم كسب سنديب في دور ال 32 رايح جاي، وفاز على المريخ السوداني عشان يكون السته. ايضا وصل الاهلي فوزه على الانديه السودانيه في يعني 14 سنه. انا يهمني بواليا عشان نلحق ناخد بواليا. زي ما انا قلت لك اللعيبه اللي دخلت كانت على الموعد. يعني محمود وحيد يؤدي وكانه بيلعب اساسي طول الوقت. ياسر ابراهيم لما احتاجته في كاس العالم الانديه فجاه لغياب علي معلول، وبعدين بترحل ايمن اشرف ليواصل التالق ايمن في مركز الباك ليفت، وياسر ابراهيم يتالق في المساك. النهارده اكرم توفيق يدخل يتالق، بواليا كل التحديات دي، فربنا يكرمه مش بس يكون يلعب افضل مبارياته ويعمل اسيست، لا ده كمان بيحرز هدف كويس.
احنا المباراة اللي فاتت دي مجموعة من المكاسب كتيرة يا أستاذ إبراهيم، كانت مكاسب كتيرة جدا، وده كان أبرز ما لدينا. لكن هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل في الغربال صاحبة الجلالة وصاحب المقام الرفيع. أهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقة من بعد كأس العالم ومن بعد التألق الأهلي وفوزه ببرونزية كأس العالم واحتلاله المركز الثالث على مستوى العالم في بطولة الأندية، وكل الصحف وكل المواقع وكل الوسائط الإعلامية تحفل بالاهتمام الكبير جدا بالنادي الأهلي، عشان كده جمعنا لكم حاجات كتيرة جدا في الغربال. صاحبة الجلالة وصاحب المقام الرفيع، صاحبة الجلالة الصحافة الرياضية طبعا، وصاحب المقام الرفيع ملك البطولات الذي تستحق الكتابة عنه دائما كل الاهتمام في ملك وكتابة باشمهندس. لكن سلسلة من الاعترافات الإقليمية والدولية، وده اللي أنا بقوله، ما تقعدش تلتفت بقى الواحد عايز يناوشك هنا ولا بتاع، مش شايفه الصح انك ما تشوفوش. ما تشوفوش طيب ما تشوفوش، لانه صاحبة الجلالة هي اللي شايفاك، هي اللي شايفة الملك. لما يكون الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، وده الاتحاد او المنظومة او المظلة المهتمة او الشاملة واللي بتضم الصحفيين الرياضيين العرب، عملت استفتاء عشان تختار مين الافضل في كل فئة من فئات التنافس الرياضي، مين احسن لاعب في داخل الوطن العربي او داخل الانديه العربيه، مين احسن فريق او مين احسن نادي في الوطن العربي، مين افضل اللاعبين العرب المحترفين في الخارج. الحقيقه صديقنا العزيز والناقد الرياضي الجميل صديقك مصطفى جمعه من الكويت زف الينا تفاصيل هذا الاستفتاء المهم جدا اللي اجرته او اجراه الاتحاد العربي للصحافه الرياضيه. كانت الأخبار المسعدة جدا وسعيدة جدا للنادي الأهلي فوز الأهلي بلقب أفضل نادي عربي من خلال هذا الاستفتاء اللي زي ما بقول لكم شارك فيه 177 صحفي رياضي من مختلف الدول العربية. أنا بس عايز عشان تعرف قيمة بيمثلوا 18 قيمة دولة عربية. أن يزف إليك الزميل العزيز مصطفى جمعة هذا الخبر. أيوه. مصطفى جمعة ده كان أول مدير لقناة ولا حد تاني كده، تشابهت الأسماء عليه، تشابهت الأسماء عليه. مصطفى جمعة الصحفي الكبير الناقد الرياضي اللي أسرى الصحافة المصرية والخليجية الحقيقة، لأنه بيعمل في الكويت من سنوات بعيدة. الاسمين محترمين جدا، كنت حشيد بيه. صحيح. فالإشادة تروح لمصطفى جمعة صاحبة. صاحبة صاحبة. طيب الاتحاد العربي للصحافة الرياضية استفتى 177 صحفي من 18 دولة في استمارة اختيار كانت الأصوات أفضل الأندية العربية النادي الأهلي، جه في المركز الثاني نادي الهلال السعودي، جه في المركز الثالث نادي الزمالك الشقيق، جه في المركز الرابع نادي نهضة بركان المغربي. إذن الأهلي الأول، الهلال السعودي الثاني، نادي الزمالك الثالث، نهضة بركان المغربي الرابع. عايز أتوقف عند نهضة بركان الذي سوف نلتقيه في على كأس السوبر. كأس السوبر ده معناه إيه؟ أيوه، ان هو في مقدمة الاندية المغربية. أيوه. وهو رابع التصنيف في رأي النقاد اللي هم خبراء. أيوه. فالحذر واجب جدا، والناس لازم تفهم انها هتبقى مباراة شديدة المنافسة والصعوبة. طيب هذا الاستفتاء كمان اللي بيشرف عليه الزميل الاستاذ محمد جميل عبد القادر رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، واللي اكد سعادته بنجاح فكرة الاستفتاء على هذا النحو، فاز فيه علي معلول التونسي نجم النادي الاهلي بجائزه افضل لاعب عربي داخل الوطن العربي داخل الدوريات المحليه. علي معلول علوله احسن لاعب عربي. حصل كمان مع علي معلول في المركز الثاني بغداد بونجاح الجزائري لاعب السد القطري، بعد منه عمر السومة السوري. بغداد بونجاح يقدم موسم شديد النجاح وهداف من طراز فريد يعني. المركز الثالث عمر السومة السوري لاعب الأهلي السعودي، الرابع سفيان رحيمي المغربي لاعب الرجاء، ثم سالم الدوسري السعودي لاعب الهلال، والسادس حسين الشحات نجم النادي الأهلي،
والسابع اكرم عفيف القطري لاعب السد، الثامن ممكن نتوقف عند حسين الشحات شويه؟ اتفضل. ما هو دول خبراء 177 صحفي. ايوه. من خبراء النقد الرياضي. من 18 دولة. من 18 دولة. اه. يعني هم شايفين او احنا شايفين اللي هم مش شايفينه. يا جماعة انصفوا لعبتكم شوية وفخروا بيهم. صحيح. جه في المركز الثامن علي مبخوت الاماراتي لاعب الجزيرة، والتاسع محمود الوادي الفلسطيني لاعب بيراميدز المصري. الوحدات ايضا العاشر محمد داوود العراقي لاعب النفط. وفي ال 11 صالح راتب الاردني لاعب الوحدات. وال 12 سلطان العنيزي لاعب الكويتي لاعب القادسيه. وفي المركز ال 13 كان حسن معتوق اللبناني لاعب الانصار. طيب دول المحترفين داخل الوطن العربي، نجوم العرب في الدوريات العربيه المحليه، علي معلول افضل، وحسين الشحات في المركز السادس، ومحمود الوادي الفلسطيني لاعب بيراميدز في المركز التاسع. فئة اللاعبين العرب المحترفين في الخارج، كان من الطبيعي جدا ان يكون نجمنا العالمي محمد صلاح جناح ليفربول الانجليزي هو الافضل. جه في المركز الثاني رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، والثالث اشرف حكيم المغربي لاعب انتر ميلان، الرابع كان ياسين بونو المغربي لاعب اشبيليه، والخامس اسماعيل بن ناصر الجزائري لاعب اس ميلان الايطالي، والسادس وهبه الخزيري التونسي لاعب سانت تيان الفرنسي، السابع كان محمد النني نجم منتخب مصر ولاعب الارسنال، والثامن جيستن ميرام العراقي لاعب ريال سان ليك الامريكي. لازم نتوقف امام انجاز محمد صلاح السنه دي. ان تتالق وفريقك متالق. ايوه. امر مفهوم. ايوه. لكن ان تتالق هذا التالق اللافت ربما اكثر مواسمه تالقا. مع انه بدايته كانت فيها اصابات وتعثر، ويعترف بيك العالم كله وعلى ادائك وفريقك متعثر، هذا التعثر يعني انت حتى مش لاقي المسانده قوي اللي كنت بتلاقيها قبل كده. اذا ما معناه ان محمد صلاح ما زال يتقدم لوحده. هو يتقدم وينضج سنه بعد سنه، وما يقدمه محمد صلاح هو علامة تاريخية بالنسبة مش بس للعيبة المصريين والأفارقة والعرب، لا اللعيبة بشكل عام. ده الاتحاد العربي للصحافة الرياضية اللي بنحييه الحقيقة على هذا الاستفتاء، وبنحيي الزميل الأستاذ بدر الدين الإدريسي اللي أشرف على هذا الاستفتاء، واللي هيتعمل له جوائز وحفل تكريم زي ما قال الأستاذ عون فريج الأمين العام والناطق الإعلامي للاتحاد. لكن الفكرة شجعتنا ان احنا ناخد بالنا، احنا كعرب ما عندناش تواصل كافي. احنا لما بنشوف في مناسبه الصحفيين العرب والاعلاميين العرب ازاي باشمهندس بينطقوا بكل الحب والافتخار بالنادي الاهلي، ما من مناسبه وما من استوديو في مختلف القنوات العربيه وما من معلق رياضي عربي الا تشعر عنده زهو وفخر بقيمه الاهلي. ما هو مع ان ما فيش عداوه في الرياضه. عدوك ابن كارك، انت محليا لا تجد هذا الانصاف. لكن خارجيا للناس اللي هي ما عندهاش هذه الحساسيه المتجرده من النفسانه بقى. اللي شايفه الامور بشكل موضوعي بحت. ايوه. انت يعني واخد حقك مظبوط وبميزان الذهب وبميزان الموضوعيه من كل الاعلام العربي والافريقي والعالمي. عشان كده الحقيقه كنا في مجله الاهلي النهارده حريصين في عدد اليوم على، واحنا بنحتفي بالاهلي في هذا العدد، ان احنا نبدا نبص مع مسيره العشر ممكن الاشقاء العرب شايفين الاهلي ازاي. فكانت فرصه لاستكتاب واستضافه والترحيب بنخبه من الاقلام العربيه على صفحات المجله. الحقيقه ان استقلنا المساله الزميل العزيز والناقد الرياضي المتميز صديقك اسامه السويسي عشان يقدم لنا بانوراما لعدد كبير من النقاد الرياضيين والاعلاميين العرب، كل واحد فيهم كتب مقاله عن الاهلي وعن رؤيته للاهلي وشايف الاهلي ازاي بنجاحه في كاس العالم للانديه. فكانت الخلاصه مجموعه من المقالات المهمه نخلصها في هذا التقرير.
تتويج المارد الأحمر بالميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه كان حديث الإعلاميين العرب، حيث وصف الإعلامي اليمني محمد العولقي الأهلي بملك القرنين المتوج بكل الألقاب الممكنة وغير الممكنة بعد أن أدمن تبييض وجه الكرة الإفريقية مع كل محفل دولي، وتعود دائما على مداواة الكرة العربية من غيبوبة الجرح. إنه الأهلي الذي يدخل الفرحة إلى كل بيت مصري وعربي، لأنه دائما يسير على الصراط المستقيم بفضل قوة الدفع الرباعي، الإدارة، الجهاز الفني، اللاعبين الاستثنائيين، والجمهور الوفي المخلص. وطالب الإعلامي اليمني من لاعبي الأهلي تحريك الرقم القياسي الأحمر في دوري أبطال إفريقيا ليصل إلى الرقم 10، وهو نفس رقم الأسطورة النابغة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. وكتب الناقد الرياضي الجزائري العربي محمودي أن ألقاب النادي الأهلي المحلية والقارية دليل قوة يحذر منافسيه ويهدي الفرحة المتواصلة لجماهيره ويرفع راية الخطر أمام المغامرين الذين يريدون الإطاحة به من على عرشه ملكا على الملاعب المصرية والإفريقية. وقال الناقد الرياضي اليمني بشير سنان: برونزية ثالثة ورقم تاريخي جديد للأهلي أسعدنا جميعا كعرب، حتى من لا يحبون الأهلي سيصفقون له مجبرين. وقالت الإعلامية السورية فاتن قصار: النادي الأهلي فخر لكل عربي بعد الإنجاز العظيم الذي حققه في المونديال. أما الناقد الرياضي العراقي أحمد إسماعيل فأكد أن أبطال المارد الأحمر رسموا لوحة جميلة في أرض المونديال، ورسم الفرحة على وجوه جماهيره الوفية. وأشار الصحفي المغربي محمد زوكار إلى أن الأهلي نادي القرن الحقيقي في إفريقيا ومفخرة الوطن العربي، كان يستحق أفضل من المركز الثالث. أما الصحفي الأردني محمود الفضلي فكتب: هنيئا للأنصار بالأهلي، مؤكدا أن الفخر بالأهلي عقب مشاركته المشرفة في المونديال قد عم البيوت العربية. وتحت عنوان الجماهير الأهلوية استحقت الذهبية، قال الناقد الرياضي السوداني عوض الجيد الكباشي أن جماهير الأهلي تستحق أن ترفع لها القبعات، فقد كانت وفية لأبعد الحدود. أما الإعلامي الكويتي مشعل شاكر فاكتفى بالقول: الأهلي نعمة عربية بإنجازاته الكبيرة، ونعمة الأهلي جمهوره العظيم. أما الإعلامي البحريني خالد الحدي فأكد أن الأهلي وجمهوره سر نجاح المونديال. وقال الإعلامي المغربي محمد المهدي الراضي: إن مقومات نجاح مؤسسة الأهلي ليست وليدة اليوم، ولم تكن قط صدفة، بل هي مقومات استثنائية برزت منذ التأسيس. تاني، عندما يعترف بك العالم ويزهو فماذا يضيرك لو أنكرت الحارة؟ لو أنكرت الحارة، تقريبا المعنى اللي المهندس عدلي قالوا تواردت فكرته مع الناقد الرياضي. انا كنت اعرف خالص. كنت اعرف الجوله دي؟ لا، هذه الجوله الحقيقه اللي احتويتها مجله الاهلي النهارده، ولا مقاله الكابتن عصام عبد المنعم في الاهرام النهارده. كابتن عصام كتب برونزيه العالم وقال: محاوله البعض التقليل من حجم وقيمه الانجاز الذي حققه النادي الاهلي لكره القدم المصريه عموما ولتاريخ القلعه الحمراء العريقه على وجه التحديد بحصولها على الميداليه البرونزيه امر مضحك حقا، وربما يدعو الى الرثاء تجاه من يمارسونه. جملة من أول أمر مضحك حقا ويدعو إلى الرثاء لمن يمارسونه، حط تحتيه 10 خطوط بتلخص الموضوع كله. لكن كمان قال الكابتن عصام: بالمناسبة من أبلغ ما قرأت عن الحسد من أقوال الحكماء ما قاله جبران خليل جبران: صمت الحسود بالغ الضجة. بالغ الضجة. جملة عبقرية جدا من الكابتن عصام. كمان الناقد الرياضي الكبير
ايوه يا استاذ ابراهيم، لما تبقى انت محقق انجاز مبهر وتجد ناس قريبه منك مش راضي حتى تبارك لك، هو في صخب اكتر من كده؟ على فكره في الجزئيه دي في لبنتين ثلاثه البعض عمال يلوكهم اليومين اللي فاتوا. خلينا بس سريعا، اصل الاهلي مش ثالث العالم، ده الاهلي ثالث بطوله العالم للانديه اللي هي بين بطوله العالم، لا مش اللي هي بين ابطال قارات العالم. طيب هو انا دلوقتي بالمناسبه لما بقول مصر بطل افريقيا، قال لك اصل الاهلي ما لعبش برشلونه وما لعبش ريال مدريد وما لفش على كل الانديه فبقى الثالث. ده الرانكينج. ما هو ده الجهل بقى، ده الرانكينج، ده الجهل. البطوله دي بين ابطال قارات العالم والاهلي الثالث، ده جهل الحماقه وحماقه الجهل مع بعض الاثنين مع بعض. لانه عايز اقول لك على حاجه، ماشي السوداويه، لكن عايز اقول حاجه، وانا لما بقول مصر بطل افريقيا، مصر لفت لعبت على كل الدول الافريقيه عشان بقت البطله، ولا المنتخب فاز بالامم الافريقيه اللي هي البطوله اللي تاهل لها افضل منتخبات القاره؟ لما باجي بقول فلان الملاكم فلان الفلاني بطل العالم في وزن كذا، هو ضرب كل خلق الله؟ ضرب كل الناس عشان بقى بطل العالم، ولا كسب الابطال اللي تاهلوا في طريقه؟ فبالتالي انت تعبان ليه ان الاهلي يبقى بطل العالم او بطل كاس العالم؟ طب وانا لما بقول المانيا بطل العالم، ما لعبتش مع كل الكرة الأرضية لكن لعبت مع المنتخبات اللي تأهلت. أي حل اللي بيريحوا التفسير ده يشد اللحاف وينام مرتاح. مش هيرتاح، لأنه هيلاقي البنا تانية لواحد آخر جنبه عمال يقول له إيه؟ دي بطولة عنصرية وبطولة إعلانية، سيبك منها. ليه يا مولانا بطولة عنصرية؟ قال لك أصله هو في حاجة اسمها بطل أوروبا، يبقى له استثناء، هو وبطل أمريكا الجنوبية يلعبوا من السيمي فاينل بس. في وانت مش واخد بالك، لانه في حماقه بجهل وفي جهل بحماقه. هو كاس العالم للمنتخبات اخر مره شاركنا فيها في روسيا، اخر مره. هو التوزيع بين اوروبا وافريقيا عادل؟ بين اوروبا وبقيه المنتخبات عادل؟ اوروبا يا عمنا في كاس العالم بروسيا هو عادل، كان بيمثلها 13 دوله. النبي السؤال بس هيسيبك والله. هو عادل بس مش متساوي طبعا، مش ما هو دي القوه. انت بتتكلم في قاره اوروبا بيمثلها في كاس العالم 13 دوله، بينما افريقيا ليها 5 مقاعد، وامريكا الجنوبيه واسيا لكل واحده 4 مقاعد. هل كان التوزيع المقاعد المستحقه في المونديال للمنتخبات بين القارات متساوي؟ لا مش متساوي، وفقا لحجم اللعبه وانتشارها وقوتها وتاثيرها. يقول لك لا دي بطوله اعلانيه، ليه؟ اصل فيها رعاه. فيها رعاه يا راجل، ده الدورات الرمضانيه فيها رعاه. وانت عايز بطوله العالم للانديه ما لهاش رعاه يسوقوها؟ هو كاس العالم للمنتخبات ما لهوش رعاه؟ انا متفهم كميه الغيظ والنفسنه، انا متفهمها، بس خلينا نطرح على الناس كلام معقول. لا يضير حد انه الاهلي بقى ثالث العالم، لكن لما تقبل انك انت تقول بايرن ميونخ بطل العالم مقبوله حلوه، وفي نفس الوقت الاهلي ما يبقاش ثالث العالم، يبقى ثالث كاس العالم. يا عم ما انت لسه قايل على البايرن على نفس البطوله انه بطل العالم. لكن ما علينا، لانه زي ما قال المهندس عدلي هي مساله ليها علاقه بالدواخل شويه، ليها علاقه بمشاعر، بحاجات. حبوا الرياضه، حبوا الرياضه وحيوا كل فريق يتفوق، لانه في النهايه دي فرصه للجميع، فرصه لكل نادي وهو يشوف الاهلي بيتفوق بنفس المعيار. لما كسب بطوله اوروبا الانديه لعب كل انديه اوروبا؟ لا طبعا. شوف استاذ ابراهيم، مساله والله رد على نفسها، وهم لما كانوا ما بيكسبوش الكاس قال لك دي حته صفيح. ايوه. لما بيكسبوش الدوري دي حته خشب. لما ما بيكسبوش بيوصلوش الكونفدراليه دي بطوله تافهه. لما كسبوها بقت اهم بطوله في العالم. ايوه. لما ما بيكسبوش افريقيا لازمتها ايه؟ لما ما بيروحوش كاس العالم اصل دي بطوله، يبتدي يقولوا الكلام اللي احنا سمعناه. لكن انت في البطولات اللي ملهاش لازمه عارف توصل لها؟ اوصل للي ملوش لازمه وخلي ليك لازمه. يعني لا احنا مش عايزين نخش في حته اصل ردنا والله يا جماعه ردود سهله، بس احنا بنتمنى ان ما تاخدوش الناس وراكم، لان في شباب بريء بيتجرجر لهذه المفاهيم. بالظبط. يا جماعه
كل الأندية لها الفخر أنها تكسب أفريقيا، كل الأندية لها الفخر تروح كأس العالم، كل الأندية لها الفخر أن تتقدم من السابع للسادس للخامس للرابع للثالث للثاني للأول، كل الأندية لها الفخر، وإذا تحقق هذا تستحق التكريم. بالظبط. أي نادي هيحصل له كده عشان أفكركم بإذن الله الزمالك يبقى عنده في يوم أنه يتأهل، وساعتها هنسمع كلام تاني خالص. والاتحاد والاسماعيلي وكل الانديه، بصوا النادي الاهلي عمله، انا بتكلم على هم في بطوله ابطال افريقيا حتى في السنوات اللي جايه. على فكره التصنيف الجديد فيه فرص كبيره جدا لكل الانديه، بس مش السنه الجايه اللي هي 32 نادي وهتبقى 24. هو على فكره اللي الاهلي بيعمله انه يزيل كل هذه التلال من الرهبه ومن الخوف، ويبدا يدخل اللاعب المصري في مصاف الانديه الاوروبيه، ويبدا اللاعب المصري يناطح في البايرن ميونخ ويواجه بطل امريكا الجنوبيه ويتفوق عليه، ده بيفتح الباب للكره المصريه للانديه وللمنتخبات. احنا قاعدين على نفس الترابيزه بالزبط. العالميه اللي قاعد عليها الانديه الكبرى. صحيح. نحن في سياق وفي نطاق الاعلام العالمي. صحيح. يتحدثون عن الاهلي كما يتحدثون عن بايرن ميونخ وعلى بالميراس وعلى كل الانديه. ازاي مش شايف ان دي حاجه كبيره؟ دي حاجه تخصها بقى باشمهندس. لما احنا عرضنا الاسبوع اللي فات، لما فرانس فوتبول تعمل قائمه ال 30 افضل 30 نادي في كره القدم دلوقتي، ويكون النادي الاهلي المصري هو النادي الوحيد من خارج اوروبا وامريكا اللاتينيه اللي بيدخل هذا السباق، يجي في المركز ال 21، ده كان نجاح كبير جدا للكره المصريه والافريقيه. ده التصنيف يا اللي بتقوله بالظبط، هي دي القيمه. لكن كمان في البيانه اليومين دول، كل ما الاهلي لعب فرقه ويكسبها، لا اصل ده مش في مستواه، لغايه المريخ اول امبارح يطلع حتى حد من المحللين، لا اصل المريخ مش في مستواه، وكانه الناس مش عايزه تاخد بالها. هو ايه اللي بيخليني في مستواي ومش مستوايا؟ مستوى المنافس. الاهلي بادائه التكتيكي بشخصيته في الملعب هو اللي بيخلي اي فريق يتخلى عن مقومات قوته ايه؟ اسباب قوته ايه؟ مش هيستعرض عليا. فلما الاهلي يبقى في افضل حالاته التكتيكيه والفنيه، شيء طبيعي ان المنافس مش هيكون في افضل حالاته. تسمح لي استعير يعني تحليل من احد المحللين. فضل. اللي تابعته عجبني. آه. لانه دخلنا في سكه اللي انت بتقوله ده. اه الزميل احمد عز وهو يحلل اداء الاهلي امام بالميراس، قال لك اداء الاهلي هو اللي باين ان بالميراس فرقه فاضيه. ايوه بالظبط، هو الاداء عمل ايه وحلل انك انت لما بتقضي على الخطوره هنا. صحيح. والخطوره هنا والخطوره. صحيح. هنا وباسباب فنيه ومنطقيه. وبعدين يا جماعه هو طيب كان ممكن احنا الاثنين نبقى وحشين يطلع الماتش في يومنا. انما لما اكون انا كويس في الشوط الاول اللي عمالين كل ما نلعب ربع ساعه ما فيهاش فرصه او في فرصه مهدره يتقال لاهلي ما كانش كويس ال 20 دقيقه ال 10 دقائق الثلاث ثواني، فلما يبقى كويس لا اصل الخصم ما كانش في فرقه بتبقى 90 دقيقه مكتسحة ومسيطرة، مفيش. لكن في فرقة بتجيب كل الفرص، مفيش. أنا أتمنى نحرز أكثر من هذا، لكن معنى الوصول إلى مرمى الخصم إن في تكتيك، في لعيبة قادرة على الوصول، في فرص بتتأخر أو بتيجي بدري بتيجي. لا هو كمان على فكرة إن المنافس مش في يومه، هو ما عندوش برد. هو أنا لما بلعب فرقة وأكسبها يبقى التاني مش في حالته. كله مش في حالته، إيه عنده مغص؟ كلهم تعبان وعنده برد؟ لا الحقيقة إن أنا في أفضل حالاتي. فسالب شخصية المنافس وفرض شخصيتي في الملعب، ده السبب المنطقي اللي محدش عايز يقف عنده إلا إنه يقلل من قيمة فوز الأهلي، فيبقى المنافس مش في حالته، عنده مغص شوية. عموما ناقدنا الرياضي الكبير رضوان الزياتي كمان في الجمهورية أشار إلى إنه ما حققه الأهلي حمل الكثير من الإيجابيات الكبيرة، وقال على إدارة الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط أن تبني على ما انتهى إليه، لأنه القادم أهم بكتير جدا، وده تقريبا اللي قاله سعيد عبد السلام في الجمهورية، لا أحد يهزم إرادتك، في الإشارة إلى قيمة ما حققه النادي الأهلي في تمسك لاعبيه بإرادة النصر وبشخصية الأهلي حتى وهم بيواجهوا أعتى أندية العالم وأكبر القوى الكروية في كأس العالم. ده بيطالب أن يعني يضع النادي الأهلي علم بلاده على الفانيلا، ده يشرفنا ويسعدنا لو مسموح بهذا. صحيح. اي شرف. صحيح. اي شرف ان 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 تحط علم بلدك زي ما بتحيي السلام الوطني، اي شرف ان يكون النادي الاهلي هو المناضل باسم بلده، وهو المناضل باسم بلده. وخلي بالك اعلام مصر في قلوب النادي الاهلي وفي قلوب لاعبوه وهم يخوضون المنافسات.
هنطلع الفاصل، وبعد الفاصل في أسرار الملك هندخل عرين أسد الأطلسي. أهلا بحضراتكم من جديد، لأنها حلقة تحتفي بالملك، فكان لابد وإحنا في إطار أيضا هذه الحفاوة العربية الكبيرة جدا بالملك، لابد أن نبحث معا عن الكثير في أسرار الملك. دخلنا عرين أسد الأطلسي، كلنا حفظنا علي معلول، وعلوله بقت يعني واحد من لاعيبة النادي الأهلي وكأنه مصري فعلا بكل كيانه، لكن في دفاع الأهلي نجم عربي آخر كبير ومتألق، بدر بنون. بدر بنون يعني الله ينور على لجنة التخطيط والكابتن الخطيب في اختياراتهم الحقيقة، سواء للعيبة أو المدير الفني أو الأجهزة الفنية في تعاملهم مع أزمات كرة القدم، مع تعاملهم مع بناء فريق كرة القدم. يعني عارف أنت في حاجة اسمها المنظم أو المفجر اللي هو بيفجر الطاقة. بدر بنون هو من أيام، والتشبيه ده اتقال بالظبط بالظبط، عايزين حد يلعب الدور بتاع عماد النحاس. أيوه، ما دي كمان أنت ممكن تقعد تدور ما فيش النوعية. أيوه، لكن لما ربنا يرزقك بحد وتسعى إلى ضم وهو يبقى متلهف أنه يقبل هذا ونفسه يخوض التجربة معاك وفخور بيها، تكون النتيجة بدر بنون والأهلي. بدر بنون أسد من أسود الأطلسي، هذا اللقب المحبب لدى كل الأشقاء في المغرب. بدر بنون أسد الأطلسي، جمهورنا ما يعرفش عنه حاجة كتيرة. ملك وكتابة كشفا عن أسرار الملك، حبينا ندخل بيت بدر بنون وهو هنا. رحنا له المغرب، رحنا له مسقط رأسه، رحنا لأسرته، رحنا لوالده لوالدته لأخوه لأخته لجدته كمان. الكل يتحدث عن نجم الأهلي، عن نجاح بدر مع النادي الأهلي. الحقيقة الصديق العزيز عزيز عبد العظيم، وده واحد من المصريين، لعب كرة سابق، يعمل في المغرب، حب يتعاون مع ملك وكتابة ويدخل بملك وكتابة إلى بيت بدر بنون في الدار البيضاء. نشوف ملك وكتابة في منزل بدر بنون في الدار البيضاء. احنا وصلنا دلوقتي منزل بدر بنون. مرحبا مرحبا مرحبا. من جديد الوالد عزيز. الوالد عزيز بنون، الحمد لله. الحاجة ست الحبايب ام بدر، الدلوعة بتاعتهم هبة صديقه شعبون شعبون عمه ابن عمه. يعني هو ده تقدمه للي جاي للي جاي، لكن احنا بنشكر بس عزيز عشاق عزيز، احد عشاق ملك وكتابة في المغرب، اللي لم يتوانى على انه يدخل بيت بدر بنون ويعطينا هذا ويحتفل مع اسد الاطلسي ويقدم له تورطة ملك وكتابة. حاجة بسيطة، يلا حط طيب أسرة بدر بنون بتحتفي بالزغاريت بالزغاريت المغربية وبالفرحة بالأهلي ونجاحه. طب إيه قصة بدر بنون بقى؟ إيه حكايته مع الكورة؟ بدأت إزاي؟ حب الكورة إزاي؟ معرفته بالأهلي كانت منين؟ أعتقد من المهم جدا نسمع والد بدر بنون الأستاذ عزيز بنون وبيحكي لكم قصة بدر بنون. زعلت تحمل كل شيء، ولكن الحمد لله ربي جازاه. فرق كبير نادي القرن،
باش تخش على نادي مثل النادي الاهلي راه حاجه كبيره، حاجه كبيره بزاف. المستوى اللي ظهر به بدري في اول مباراه، اول مباراه يلعبها في كاس مصر وياخد ويحصل على كاس مصر. اول ماتش هو اللي لعب معاه في كاس مصر، اول ماتش كنت متيقن بان غادي يكون احسن. هو داخل على ضربه الجزاء انا مرتاح منه من ناحيه ضربات الجزاء، دائما كنكون مرتاح لان كنعرفه غادي يسجل الحمد لله بالتوفيق من عند الله، ولكن عنده خاصية ديالو هو لحد الساعة غادي مزيان في ضربات الجزاء. أنا سمعت إنه هو بار بالحي كله، وحتى سألت الحارس بدي تيشيرتات بدي تمام. إيه اللي كان بيحصل يعني؟ تمام. هو إيه الهدوء اللي من عنده ده؟ هدوء جاي منين؟ من حاجته ما هي حاجته. يعني كل حاجة يعني اللي في إيده مش له. تمام تمام. كل حاجة يقول ماك في مشكل، ما في مشكل، الحمد لله الخير اللي تدير مع الناس راه كبر ولد خير، راه كبرته جده حتى هي الله يكثر خيرها، امي هي اللي كبرتهم وهي اللي صارت عليهم في الظرف اللي كنا كندوزو فيه في ديك الوقت الخيبه، الحمد لله وربي جزاه والحمد لله تحنا ارتاحينا معاه. ما خصنا حتى شي حاجه كما كيقولوا المغاربه، ما عدناش وما خصناش الحمد لله. عاوز تبعث له رساله تقول له ايه؟ الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، الله يحفظك من عين بنادم والله يخلي لك الكليه. وهذيك المراه تاع هي تاع هي وش خير عليك العياد يعني؟ عياد وامه. من اللي وحشك؟ عياد. عايزين نتوقف شويه قدام طريقه الكلام، مش الكلام اللي بيتكلم بيها والد بدر بنون، بيقول له النادي الاهلي نادي القرن، افضل نادي في افريقيا. انتوا شايفين دي معناه ايه؟ انت عايز تقول ايه؟ وفي ايه تقال اكتر من كده؟ وكانه بيلخص اسباب اختيار بدر بنون للنادي الاهلي، ولكنه ادانا لمحه من ملامح شخصيته الذي انه بيتسم بالهدوء والرضا، الرضا بما قسمه الله والفخر بانضمامه للنادي الاهلي. لكن والدته بقى وهي تحكي عن بدر وتعلقه بكرة القدم. نبدأ معك يا ست الحبايب. انا عارف ان انت عرفت كتير مع بدر. الحمد لله. عرفينا بقى قصة بدر معك ايه؟ بدر لما كان صغير كان يحب كرة كتير، لما ينام شيل معاه كورة ينيمها معاه يحطها في عبه في حضنه ينام بيها. والله خارج داخل مولي بدر ولي ماما ألعب كورة، ألعب كورة هنا، ألعب كورة هنا، يعني كان مولوع بالكورة كتير كتير كتير. إنما هو هادي، يعني هادي، ما يجيب خصم مع الأولاد، ما يجيب سميته، ما يجيبش مشاكل يعني، قد براسه يعني روح تيروح وسميتو ويجي ضحك لعب. تنقول له بدر وين رحت؟ يقول لي ماما مع اصدقائي ديالي نلعب هنا كره، لعب سميتو يعني ما تعبنيش لما هو صغير، يعني ما تعبنيش. طيب هو لما راح الرجا اختاروه ازاي؟ السنه الاولى من بعد فجت السنة الثانية بغى راح أبو باش يخلص عليه هذا سميتو، قال لي لا ما تخلص عليه صافي، هذا ولدنا احنا مكلفين به. لما هو صغير نقولك عنده 9 سنوات 8 سنوات قال لهم خلاص احنا مكلفين به. وجات واحد الأزمة، جات واحد الأزمة ديال سميتو، ايه الصعوبات اللي قبلته؟ الصعوبات قبلته كتير، مشى مسكين الراجع، حبسوه من الراجع، قال لي صافي ما تبقاش تلعب. امتى كلامك؟ تخلص امتى؟ شنو سنة هذيك؟ 2003. هو كان عنده كم سنة؟ 9 سنوات 10. يعني قال له لازم تخلص، لازم تخلص. وبعدين عملت هذيك الساعة احنا ما طيب. والدة الكابتن بدر في نفس انطباع والده عن هدوءه، عن انه عمره عمل مشكله، على انه طول عمره هادي جدا، طول عمره لا عمل مشكله معاهم ولا زعلهم في حاجه، وبدايته مع الكوره حتى قالت ان هو
كان عنده بعض المتاعب وهو في سن 10 سنين، بس الحمد لله بعد كده كمل بشكل كويس. بس هي زي حالتنا ما تقدرش تتفرج عليه. ما بتتفرجش على بدر خالص وهو بيلعب، عشان كده اخترت ملك وكتابه عشان تبعت له هذه الرساله. يمكن في مشكله في الفيديو ده، لكن فعلا زي ما بتدعي له في الاخر كده رساله دعاء. ام بتحب ابنها وشايفاه في احسن صوره وتتمنى له احسن خير، بتدعي له وما بتعرفش تتفرج على الماتشات لغايه لما يقول لك الاهلي ربح خلاص. الاهلي ربح خلاص يعني الاهلي فاز. ايوه الاهلي ربح وبدري كويس. ايوه نشوف الفيديو. طيب ما. طيب لما انت شفتيه ده في كاس العالم للانديه بتتفرجي على متابعه المباريات؟ اتصل عليكي قبل المباريات ولا؟ اتصل بي لما يتقل. تقول له ايه بقى؟ قول له ولدي رضات الوقت معاك من اللي تبغي تدخل التيران، قول ارضات امي انت ما تخمم حتى الحاجه. الحمد لله الحمد لله ربي عمره ما خيبه. الحمد لله ربي عمره ما خيبه. يعني تصورك وهو بيلعب اول مباراه في الدوري في مع الاهلي وياخد بطوله، لما يكون يلعب انا ما اقدر تشوفي؟ والله تيقول لي ماما حيت عارفه عندي السكر، تيقول لي ماما ملي نكون انا لاعب ما تفرجش فيه، لاني ملي ولا مع الاهلي دابا فاش يكون ابو داخل يتفرج انا بروح وباجي بروح تنقول لي واش ماركا وربحوا ربحوا ربحوا، وانا قلبي توك 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 توك. الحمد لله ملي دخل عليهم من اول ما لعب في الاهلي وهو بياخد بطولات. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، هذه نعمه من عند الله. طب ايه الرساله اللي انت عاوزه تقولها له وهو في مصر دلوقتي وبين حبايبه ومصر اهله وبين ناسه؟ عاوز تقول له ايه؟ قول له وليدي انا راضي عليك دنيا واخره، وانا بغيتك ان شاء الله ديما الفوق الفوق، وبغيت ربي عمره ما يخيبك، وبغيت مازال نشوف داك الشيء اللي باقا ما شفتش فيك، مازال بغيتك نشوف ان شاء الله تعلق ان شاء الله وتكون لاباس عليك وما تخصك حتى شي حاجه وتكون مرتاح نفسانيا وعقليا وسميت، وانا راضي عليك وليدي دنيا واخره، لا انت لا مرتك لا وليدك. انا بغيت ربي ان شاء الله يبعد عليكم عينين عباد الله، ونشوفك ان شاء الله الفوق الفوق، ونفرح بك ان شاء الله وليدي، والله يكمل فرحتك. انا هاخدكم لحته تانية بقى. شايفين المعمار المغربي الجميل والديكور المغربي الجميل والفسيفساء والنقش المغربي الجميل؟ هو ده اداء بدر بنون، ولكن اخوه امين اخو بدر بنون عليه. شايفين كيش منا هاد اللحظة هادي عايشها، الحمد لله أخويا كان لي شرف باش عاش هاد اللحظة هادي، وبسبب الأهلي اللي فهمشي الحمد لله كاين طاقم اللي أخوه يعني بيتكلم بتأثر شديد. أنا دايما بتوقف عند البادي لانجوج شوية لأن بتديني المصداقية. حجم التأثر ويتحدث عن أخوه يعني بتدي لك قد ايه الارتباط، وتدي لك قد ايه شايلين همه وهو شايل همهم. ولكن روح بقى للكبير، الكبير قوي الجده. الجده بقى ام العيله دي كلها، ام عيله بنون، ازاي شايفه نجم الاهلي وتالقه جده بدر بنون؟ جدته من الاب ولا من ام؟ لا من الاب. طب انت اللي ربيتيني؟ انا ربيت البلاد كبار وصغار وحبيبي كل شيء، كان من جيران ربيتهم ثاني، انا يا كبيره فيهم انا الشايف. انت البركه. الحمد لله الحمد لله، بركه من عند ربي. عاوزه تقول ايه البدر؟ نعم الله يرضي عليه، الله يفرش برضا ويغطيه به، هو دائما ملي يخدم يعطيني انا، الله يعطيه الخير، الله يعطيه الرزق، يعطيه صحيحته مع وليداته، الله يعاونه هو وليده ومرته والعائله كامله، ومشان تما كنت عليك نشكرهم بزاف 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 اللي استقبلوا لي، الله يرضي عليهم الجميع، يا الجمهور يا كل واحد، يا الكويري يا كل شيء، الله يرضي عليهم ويغطيهم بردة ويفرجهم بردة، وانتم الله يعاونكم اوليدي، وشكرا على هذا الشيء اللي جيتوا تشوفونا ونساعدونا وساعدوكم. احنا جايين نفرح. البركة الجدة وهي تعلن رضاها عنه، وبتلخص بقى الامور البسيطة، دايما بيديني فلوس وبيسأل عليا وحنين. لكن انا ليه قلت لكم نرجع، بس نرجع لاخوه، لان لو لاحظتوا حضراتكم الفيديو اتقطع مرة واحدة، اتقطع ليه؟ لان
أخوه وهو يقول إنه بيشكر الأهلي وجماهير الأهلي على دعمهم لبدر، قالها وقد يعني ترغرغت عيون الدموع شوية. فيعني زميلنا عزيز ترفق بيه يعني. صحيح. طيب هبة بقى أخت بدر، ما احنا شفنا الأب والأم والجدة والأخ، الأخت هبة بنون رسالتها عن بدر بنون وهي بتشجع الأهلي ولا الرجاء دلوقتي في وجود بدر، نشوف. قولي لي بقى بدر بيعمل معاك ايه؟ حنين قوي يعني كده؟ اكثر. قولي بقى، قولي احكي لنا، احكي للجمهور الاهلي بيعمل معاك ايه؟ هو حنين، نشغل لي على كل شيء، على الناس اللي كيعرف واللي ما كيعرفش، واي حاجه كنكون باغا كيجيب ليا قبل ما نقول لي بدر راني بغيت هادي ولا يعني بحال هكا. وابنه اياد، اياد بالنسبه لك ايه بقى؟ بدر صغير. طيب عاوزه تقولي ايه لجمهور الاهلي؟ انت اهلاويه ولا رجاويه دلوقتي؟ طيب قولي لنا، قولي لنا بقى عاوزه تقولي ايه لجمهور الاهلي والنادي الاهلي؟ كان بغي نشكرهم بزاف على الترحيب اللي قدموا لخويا وعلى اللقب اللي عطاوه السلطان. كما كنعرفوا السلطان ما كتعطاش لاي واحد، وكان بغي نقول لهم يزيدوا يساندوا حيت مازال غادي يعطي اكثر ان شاء الله، وكنتمنى ليه التوفيق في مسيرته. احنا تشرفينا ان شاء الله في مصر وتزوري مصر ومصر كلها تنور بيكم. يعني انت لما تقرا ملخص الكلام، هبه بتقول ده حنين ويعني بيديني اكتر مما اطلب ومما اتخيل، ولكنها لمست على حاجه جديده بقى، هي تشكر جمهور الاهلي الذي لقبه بالسلطان، وده يدل على 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 يعني برضو تقدير متبادل بين اللاعب واسرته وبين النادي الاهلي، ولكن دي اسرته طبيعي ان هيشكروا فيه وهيقولوا المشاعر دي كلها. ماذا عن صديقه محمد شعبون؟ صديقته فولت. عليكم السلام ورحمة الله. شكون جاب موبتي انا؟ صديقه. صديقه. وهذه كمان صديقه الثاني بقى. اسمك ايه؟ محمد. محمد شهبون. ايه رأيك بقى في بدر عموما يعني؟ بدر صراحة هو كنت نقول ليه خويا، حيت انا ما عنديش خويا من الولد ديالي ومن التجديد معايا، هو كنقول ليه خويا واخا انا اكبر منه بسنة، ولكن انا كنقول بلي هو خويا كبر مني، حيت هو التعامل ديالو كيتعامل بعقلانية، كيتعامل بواحد الهدوء، يعني هو واخا صغير في المجال ديالنا هو كيبان كبار مني بالعقلية ديالو وداكشي، بغيت نقول ليه الله يسهل عليك والله يعاونك في الفريق ديالك، لأنك أنت راه في واحد الفريق كبير اللي هو فريق الأهلي، معروف في القارة الإفريقية، وهو أصلا كيستاهل داك الفريق. لما شفته في أول مباراة ويحصل على بطولة فرحنا كامل، كلنا كنا فرحانين وعارفين باللي مازال غادي يربح بطولات كثير مع الاهلي، لان الاهلي فريق كبير والاهلي ديما تيفوز بالبطولات، ما كاينش سنه اللي خرج الاهلي. طيب محمد شعبون صديق طفولة بدر قال لك رغم ان هو اصغر مني سنا لكن هو اكثر مني هدوءا وعقليته افضل مني لانه كمان كان من صغره عاقل كثير، لكن لفت نظري جملة، هو يستاهل الاهلي الكبير. قال لك بدر تقدير يستاهل انه يكون لاعب في النادي الاهلي الكبير، ده رأي صديق طفولته محمد شعبون. لكن الاعلام المغربي الحقيقة انا يمكن اتنين من الاصدقاء المغاربة الاعزاء عليا جدا، الدكتور منصف اليزجي ومصطفى حرمه الله، والاثنين اهلاويه جدا، والاثنين من البدايه من الاول ما الاهلي اهتم ببدر بنون بعتوا لي مسجات الاهلي هيضم لاعب مهم جدا هيفيده كتير، وكلامهم الحقيقه عن بدر بنون ما اختلفش حتى عن اراء الصحفيين المغاربه كلهم في قيمه هذا اللاعب وسرعه اندماجه ونضج شخصيته. هنشوف اثنين من الاعلاميين المغاربه ايضا، الإعلام المغربي علي بالعياش رأيه إيه في
بدر بنون مع الاهلي واداؤه مع الاهلي حتى الان في راديو بلس. فيما يخص اللاعبين المغاربه، لاعب بدر بنون مع فريق الاهلي المصري، هذه ليست في اول مره ان لاعب مغربي يحترف بالدوري المصري. كنعرفوا بان ايضا الدوري المغربي دوري ينتج ويعطي لاعبين ليس فقط على المستوى العربي ولكن ايضا على المستوى العالمي بصفه عامه. بدر بنون أبان على مستوى لحتى على أقول مستوى رائع أو جيد، مستوى مستحسن، ولكن تمنوا مع مرور الدورات ومع مرور الأشهر باش يرتقي المستوى ديالو، لأنه ما نسوش بأن اللاعبين المغاربة اللي مروا على الدوري المصري كلهم خلوا البصمة ديالهم، لا من حيث الأخلاق أولا، ولا من حيث السلوك، ولا من ناحية التقنية، ولا كذلك من حيث من الناحية الثقافية. وبالتالي اعتقد ان اللاعب بدر بنون مازال عنده يطور المستوى ديالو، خصوصا على مستوى التغطيه الدفاعيه، بالرغم من المستوى اللي ظهر به في مع فريق الاهلي المصري وسابقا مع فريق الرجاء الرياضي وكذلك مع المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين. على اي الف مبروك لفريق الاهلي المصري باللقب المركز الثالث في كاس العالم للانديه اللي اختتمت بالعاصمه القطريه الدوحه. يعني علي بالعياش يهني النادي الاهلي ويوضح ان بدر سيقدم الكثير وله فرص كثيره باذن الله لاضافه مزيد من البطولات مع النادي الاهلي، ولكن كل دول اتكلموا على بدر وعلاقته بالنادي الاهلي، ماذا عن النادي الاهلي نفسه الذي انضم اليه بدر بنون؟ تعالوا نشوف الصحفي ابراهيم الزوين في اذاعه ام اف ام. الحديث على فريق الاهلي المصري هو بكل صراحه يجرنا للحديث عن واحد من صروح كره القدم على الصعيد القاري. يكفي فخرا النادي انه نادي القرن عن جدره واستحقاق. يعني النادي بكل صراحة هو نموذج يحتذى به ويقتدى به بالنسبة لكل الأندية خصوصا قاريا وحتى عربيا، هيكلة على جميع المستويات. يعني من مكر الصدف أن الفريق لعب مباراة نصف نهائي كأس العالم الأندية مع فريق بايرن ميونخ، وأنا أرى أن أوجه التشابه كثيرة ما بين الناديين خصوصا فيما يخص الهيكلة الإدارية والرياضية، كذلك حتى لون القميص اللي هو اللون الأحمر واللون الرئيسي والأصلي للفريقين معا. ويمكن أعتبر أن الأهلي المصري هو بايرن القارة الإفريقية. يعني لا أتحدث عن تاريخ ولا عن تأسيس ولا عن عمر النادي، ولكن أتحدث عن إنجازات النادي، أتحدث كذلك عن ما يحققه ليس فقط على الصعيد العربي أو القاري ولكن حتى على الصعيد العالمي. ليس من السهل أن تحصد ميدالية نحاسية للمرة الثانية في بطولة كبيرة من حجم نهائية كأس العالم للأندية. أعتبر أن نادي الأهلي هو بمثابة منارة بالنسبة للقارة الإفريقية ولمجموعة من الأندية يجب أن تحتدي به وأن تسير في نفس الطريق وأن تأخذ منه نموذج للاشتغال وللعمل ولتحقيق النتائج، ليس فقط نتائج على المستوى الرياضي ولكن حتى على مستوى الأرباح، مستوى التسويق، كذلك التعاطي مع كل الملفات المتعلقة بالبنية التحتية داخل النادي، كذلك الاستشهار. يعني أعتبره واحد من النوادي الكبيرة وإفريقيا يجب أن تفتخر كثيرا بنادي الأهلي المصري. الحقيقة شوفوا بقى التقدير الكبير من الأشقاء المحترمين في المغرب للنادي الأهلي وقيمته، وإزاي إبراهيم الزوين بيقول لك ده كنادي القرن في أفريقيا هو بمثابة بايرن ميونخ القارة الأفريقية ونموذج يحتذى به في كل الأصعدة الرياضية والإنشائية والاجتماعية وتاريخ الأهلي كمنارة للرياضة والكرة في أفريقيا. ده رأي الزميل إبراهيم الزوين في راديو ام اف ام المغربي. لكن في النهاية بنشكر الزميل العزيز عزيز عبد العظيم، الشخصية المصرية المغربية الجميلة اللي قام بهذا المجهود واللي دخلكوا بيت أسد الأطلسي بدر بنون، وأعتقد قدم لكم رؤية من داخل بدر بنون وأسرته كافية جدا. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل.
اهلا بحضراتكم من جديد. كمان لنفس السبب اللي تأجلت بيه مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي مع الوداد المغربي ورفض السلطات المغربية دخول بعثة كايزر تشيفز للمغرب لسبب يتعلق بسلالة مختلفة في فيروس كورونا تنتشر في جنوب أفريقيا، أيضا السلطات الجزائرية رفضت استقبال فريق سان داونز الجنوب أفريقي للجزائر عشان يواجه شباب بلوزداد، فتأجلت هذه المباراة في الجولة الثانية. أيضا واضح أن كورونا هتهدد دور الأبطال من بداية دور المجموعات فيما يتعلق بجنوب أفريقيا تحديدا. إذن تأجيل مباراة شباب بلوزداد وسان داونز اللي كان المفروض هيتلعب يوم الثلاث في الجزائر. هو ده بس بيقودنا إلى ناحية فنية يا أستاذ إبراهيم أو ناحية لائحية. يعني فريقنا لما جاله كورونا في بطولة الأفريقية للناشئين يعني اتمنع من اللعب واتحسب مغلوب. لو القصة دي مظبوطة مصير فرق جنوب أفريقيا هيكون ايه؟ عايزين نبقى نسأل ونجد الإجابة من الاتحاد الأفريقي. إلى أن نجد الإجابة حاولنا نجد حل عند ناس كتيرة، حاولنا مسكوهم ب بعضمة لسانه. طب ما تيجي نفتح الدفاتر، نفتح الدفاتر. والله إذا كان في ناس عايزة تفتح الدفاتر نفتح، نفتح الدفاتر ونشوف الكابتن مدحت شلبي. بالنسبة لمحمود كهربا، كل اللي حضراتكم اتفرجتوا طبعا وشفتوا انه حط ايده على بقه ووجه يبدو كلام ما كان يجب ان يوجهه لاحد لاعب المريخ السوداني. قال ايه؟ محدش فينا يعرف لانه حط ايده على بقه، لكن واضح انه قال امر ما كان يجب ان هو يقوله. الدليل انه تدخل عمرو السولية وزقه بعيد هو ولاعب تاني من النادي الاهلي وبدأوا يعاتبوه، فما عجبش كهربا، فيبدو ان هو اتكلم بطريقه غير مناسبه مع عمرو السولية، فعمرو السولية شوح له بايده بهذه الطريقه، حاول التاني يلمسه، سابه عمرو السولية ويلوح بايده. انا بس حكيت الواقعه دي ليه؟ عشان ما حدش يقول لك ايه يا عم يعني انت سبت الماتش كله لا، احنا بنتكلم يا جماعه في حاجات تفاصيل صغيره لكن بتحدث احيانا امور كبيره. لما النهاردة كهربا عمل الحركة دي أو الكلمة اللي قالها أو العبارة اللي وجهها للاعب السوداني الشقيق بعد ما جاب جون، يعني بعد ما كهربا جاب جون فرد ريشه شوي، لا ما ينفعش يا كهربا، لأنه هذه الأمور لا تصح على الإطلاق. لازم تبقى لاعب ملتزم 100% مع فريقك ومع الفريق المنافس فيما يتعلق بالسلوكيات. انت كافح والعب بقوه واستميت على كل كوره وابذل كل ما لديك من قوه، هذا امر ما فيهوش جدال، ولكن ما تخرجش عن النص، لان خروجك عن النص بيوتر فرقتك، بيوتر زمايلك، ربما يعرضك لكارت ملون تخسر فرقتك. فانا ده انا كان لازم اقول هذا الامر فيما يتعلق بكهربا، مش هزود عن كده، ولكن اذا اتكررت منك يا كهربا هنزود ونجيب الدفاتر القديمه كلها. وانت عارف انا جبت قبل كده في قناه اخرى الدفاتر القديمه وانت زعلت والكلام ده كله، فنرجو الالتزام يا كهربا. المره دي كده هتبقى اشاره صغيره ليك حتى تلتزم في المرات القادمه. لعلني اتفق في بعض الامور مع الكابتن مدحت، ولكني هقول له برضه ان انا مختلف معاه في ايه. الكابتن مدحت هو بيقول حط ايده على ابوه وقال كلام مش عارفين ايه هو، ولكن معظم الحاجات الكبيره بتبتدي بحاجات صغيره. انت اول واحد يا كابتن مدحت لازم يخلي بالك من الحكايه دي، لانك انت لما تتوقف على امر ما استغرقش 3 4 ثواني، كل الليله دي اللي بينه وبين السولية ودفعه وما دفعوش وفي الاخر شوح له وقال له، كل ده كان ما فيش فيه انفعال، ما شفتش فيه انفعال وانا بشوف، وما استغرقش 4 5 ثواني كل الليله دي. فانت لما تتوقف عندها وتبروزها، لا انت اللي بتعمل حدث كبير دلوقتي، انت بتنبه ان في كلام اتقال للمنافس ما كان ينبغي ان يقال. لا، ايش عرفك بيقول له ايه؟ ممكن تبقى كلام في الملعب هو بيقول له مش او رد على حاجه حصلت في الملعب لما جاب الجون بيقول له اديني جبت جون مثلا. فالكابتن سولية بحكمته حب يقول له ابعد على الشر وغني له، ادي الموقف. طب انت بروزتها وركزت عليه يا سيدي، النصيحة مقبولة، لكن يا كابتن مدحت هو احنا هنرجع كل مرة نتسبب
في فتق كبير جدا واحنا اعلاميين، وبعدين ما نعرفش اللي مات زي ايام الجزائر. افتكر يا كابتن مدحت مين اللي ابتدى، مين اللي ابتدى، والسودان ايضا ومين اللي ركز عليها. لكن اللي ما عجبنيش خالص بقى اللي لازم اختلف معاه، انصح زي ما انت عايز، ولكن اذا كنت هتهدد لا ما تهددش، لان ما ينفعش تهدد لعيب. هذا الابتزاز، وخصوصا استاذ ابراهيم، انا كلمت الناس في النادي الاهلي يا جماعه وفي ايه، ليه كده؟ واشعر ان كابتن مدحت مدينه في حاجه. قال احنا كان عندنا قرار، ما حدش يتكلم، فما حصلش ان بيترد على التليفونات. لكن اذا كان هذا هو السبب، ده كلام يبقى غريب جدا. اذا كنت هتتوقف امام النادي الاهلي باستمرار بالطريقه دي، يعني خلينا يعني احنا شفنا لك حاجات وفوتناها كلنا. لكن النبي يا كابتن مدحت، مش محتاجين لا التهديد ولا انك انت تضغط على حد، لان مش هيحصل غير سياسه النادي الاهلي. ولا نفتح دفاتر، انت حر بقى افتح. انا ما اعرفش انت عايز تفتح دفاتر ايه. طيب انا بس واقف عند جمله التربص الدائم بكهربا، ومش من الكابتن مدحت شلبي، من كذا حد الحقيقه. كهربا من اول ما انتقل للاهلي في ناس ماسكاله على الكلمه، في ناس منتظره له كل تصرف، محدش عايز يقبل له حاجه، كله متلهف وينتظر اللحظه اللي ينقض فيها على علاقه كهربا بالنادي الاهلي. دي مساله موجوده في اكتر من برنامج ومن اكتر من زميل، والمفروض المساله انتهت. لانه لو هنتكلم على معيار سلوكي واحد، رفض ما حدث من كهربا لو كنا احنا بنرفضه، ومتاكد ان احنا بنرفض اي توتر في الملعب يخرج اي لاعب عن تركيزه، فما شفناش ده مع تصرف من شيكابالا امبارح مثلا. لو هنتكلم على السلام العام في الملاعب، ولو هنتكلم على سلوكيات اللعيبه، ما شفناش حد خرج امبارح يدين اللي حصل من شيكابالا مع حسين السيد لاعب الاسماعيلي والاهلي السابق. ما حدش اتكلم خالص، ما حدش نطق. ده ليه؟ ده اشاد، يا ريته ما سكت. اشاد قال لك لاعب خلوق ويعني ما بيغلطش لما قيل له ان، مع ان الصوره لو في صوره عندنا توضح يعني صحيح انه حط ايده ودفع كابتن السيد. وبعدين احنا نفسنا مش كناش عايزين نتوقف امام هذا الامر، لكن وانت بتهدد هنا وتشيد هنا على خروقات واضحه ان هي اكثر وضوحا من الاخرى، هو ده المعيار اللي بيضايق. يعني لو المعيار واحد ماشي هنلتمس ليك العذر. يعني انت راجل اعلامي مخضرم بترفض سلوك عارف كويس، لازم ترفضه، عارف كويس قوي الكلمه انت بتقصد بيها ايه. أي. مفيش كلام بيفلت كده، انت أي. راجل مخضرم بتاريخك الكبير في الاعلام، عشان كده بنتوقف امام كلامك وبنناقشه. يعني ما ينفعش ان احنا نتعامل بالتهديد هنا ونتعامل بالرفق هنا هناك، او العكس هناك وهنا. صحيح. يعني دي يمكن انت بس الدفاتر. لا ما هو لو الدفاتر مش عايزين نفتح دفاتر بلاش، لا مش والنبي يا جماعه ارجو الله نضطر، ولا عايزين نفتح دفاتر، ولا دورنا ان احنا نوتر الوسط الرياضي، ونرجو من الجميع طيب ان يلتزم بهذا. خلينا برضو نلتزم بده، وخلينا ننشد العلاقه الطيبه مع الجميع، لانه نفترض حسن النوايا، ونفترض انه الجميع يسعى الى علاقات محترمه في الملاعب. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل ناس كمان تانية هتتمسك من عظمة لسانها. أهلا بكم من جديد. الحقيقة زي ما بعظمة لسانه بنمسك حاجات سلبية، كمان في حاجات إيجابية تستحق إن احنا نقف عندها. كان من ضمنها كابتن أحمد حسام ميدو لما اتكلم عن فوز الأهلي على المريخ السوداني، وعن بداية ولتر بواليا مهاجم الأهلي. نشوف ميدو. الاهلي بيفوز على المريخ السوداني 3-0 في بدايه او انطلاقه مشوار الحفاظ على اللقب. في فوز ممكن يكون للبعض يظهر ان هو سهل، ولكن هو فوز مهم جدا. دايما البدايات بتبقى مهمه. النهارده الحقيقه المريخ السوداني ظهر بمستوى يعني اقل من المتوسط. انا عن نفسي كنت متخيل ان ممكن المريخ يظهر بمستوى افضل، ولكن وضح الفوارق الكبيره جدا، الفوارق الفنيه والبدنيه والتكتيكيه وكل حاجه ما بين كل الفوارق دي ما بين الاهلي وما بين المريخ
المريخ السوداني. طبعا المريخ احد الانديه العريقه ويعني احد انديه القمه في السودان، لكن الاهلي النهارده ظهر بمستوى مختلف. يمكن الشوط الاول كان فيه يعني اهدار العديد من الفرص، كان فيه يعني بطء شويه في رتم اللعب بالنسبه للاهلي، ولكن الشوط الثاني بمجرد الهدف الاول المباراه اصبحت مختلفه. يمكن اهم في رايي اهم نقطتين في فوز النهارده، اول حاجه احراز بواليا هدفه الاول مع الاهلي، وانا زي ما كنت قلت لكم قبل كده ان بواليا كان محتاج الهدف ده، محتاج الهدف الاول، وانا في رايي يعني ان بواليا هيكون ليه شان مع الاهلي. في رايي ان بواليا لعيب كويس، راس حربه كويس، وفي رايي ان هو من المستوى كمستوى فني افضل راس حربه اجنبي ممكن جه الاهلي من فتره. شوف قلت لك قبل كده ان ميدو بعيدا عن ثنائيه الاهلي والزمالك بيعجبني كلامه، يعني بيلتزم بالموضوعيه تمام. نتفق نختلف بقى على سرده الفني، ها، لكن بيبقى مستند الى شيء وهو بيتكلم. لكن هتوقف على رؤيته لبواليا كهو كمهاجم، بيحكم على مهاجم هنا، قال لك هيبقى واحد من اهم المهاجمين اللي دخلوا النادي الاهلي. طيب الحقيقه كمان عايز الفت لحاجه كمان بخصوص حتى الواقع بتاعت كهربا والسوليه. صديق البرنامج مجدي حسن عضو النادي يمكن بعت لي قال لي بالمناسبه الاستاذ هاني حتحوت كان موضوعي جدا ومهني في عرضه للواقعه نفسها، لانه راح جايب اللقطه بتاعت مصافحه عمرو السوليه مع كهربا في اللقطه التاليه، وتدخل الشناوي لاحتواء المساله وسقف لهم للاثنين، فكانت المساله فيها ايجابيه استحق عليها الزميل هاني حتحوت التحيه. يعني دايما الاحداث اللي اكتر من كده وكتير يقول لك دي نرفزه ملعب، لكن البرطمه تبقى لا بقى هنفتح لك الدفاتر. صحيح. خلوا ادوا فرصه لكهربا على التزامه، التغير الواضح في شخصيته كل الناس شايفاه. صحيح. واولهم كهربا. وان اخطا يعاقب. المدرب التونسي الكابتن نصر الدين النابي، المدير الفني للمريخ السوداني، الحقيقه تصريحاته لما جه اتحرفت، لانه تصريح الفول والطعميه ما كانش كده. هو لما اتنقل الراجل بيسالوه انت جاي عشان تكسب، جاي عشان مش خايف تخسر؟ قال لهم هو انا لو هلعب مباراه وانا ضامن ان انا هخسر ما اشتغلش في الكوره، اروح ابيع فول وطعميه. فاتنقل التصريح محرف انه النبي بيقول لو خسرت من الاهلي ابيع فول وطعميه. المساله ما كانتش كده خالص. هذه قسوه في النقد في حق مدرب. بعد المباراة كان ده رأي نصر الدين النابي. أول شيء يعني مبروك لنادي الأهلي، فعادي جدا يعني احنا كنا مدركين أن فريقنا غير جاهز لدوري المجموعات، ثم أنا تواجدي في مع نادي المريخ منذ 10 أيام فقط، فالشغل كله كان شغل نظري ما كان شغل عملي، وكرة قدم هي عملية. ثم خسارة 3 نقاط أولى ضد النادي الأهلي ليس بال يعني ماهيش مفاجاه يعني، لاني لا ارى اي فريق قادر عن ان يرجع ولو بنقطه ضد النادي الاهلي. لذا منافسينا المباشرين هما يعني فيتا كلوب وسيمبا، واحنا عارفين حجم العمل الذي ينتظرني شخصيا، لكن هدف أو هدفي من قدومي لنادي المريخ ليس هذا الدوري المجموعات، فأنا جيت عن مشروع متفق عليه وموثق كتابيا. خلاص هو ده بيلخص وجهة نظره في النادي الأهلي وتقديره للنادي الأهلي، وقال إن من الصعوبة إن نتصور إن هو ده المنافس الأول لنا. احنا يعني حتى له جملة صريحة يا باشمهندس، قال لك ما في فريق أفريقي يستطيع أن يخرج من القاهرة أمام الأهلي بنقطة. يعني نرجو أن يكون هذا ما يحدث بالفعل، كرة القدم فيها كل شيء، ولكن المريخ فريق كبير يا جماعة. صحيح. ونتائجه السنة اللي فاتت بتقول هذا الكلام. نادي عريق. ونتمنى لهم التوفيق. طيب. بمناسبة النادي التونسي، النجم التونسي في الأهلي علي معلول، إيه أزمته مع الأهلي؟ إيه حكاية علي معلول بجد؟ اتسأل الكابتن سيد عبد الحفيظ في الإم بي سي، نشوف إيه أزمة علي معلول مع الأهلي. طيب ازاي احتويته ازمه علي معلول لانه كان غاضب في الفتره الاخيره بشكل كبير جدا؟ لا
انا كلامي مع علي معلول. علي معلول ده واحد اهلاوي تحس ان هو اهلاوي قبض عن جد يعني. تمام. وعلي معلول يمكن الناس انا اعرفه كويس جدا جدا لان هو بدايته كنت انا موجود وكانت موجود وكنت من الناس اللي هي يعني كان علي اول ما جه كنت انا موجود. لكن علي ده في مباراه مثلا مباراه زي مباراه الوداد في نهائي 2017 يعني ده واحد لعب على شد كان عالي جدا وكان قوي جدا وفضل يلعب عليه خمس دقايق الاخيره في مباراه الوداد هنا اللي انتهت 1-1 لو انت فاكرها يعني. لحد ما الاتماد كان عالي جدا كبر جدا وما شاركش في المباراه الثانيه. ومفروض مباراه وفاء الصيف اللي كانت في الموسم اللي بعده في قبل النهائي اللي كان في استاد السلام لو تفتكر برضه. أيوه. شارك باجهاد في العضله وهو عايز يلعب ويشارك ويكون متواجد يعني. فعلي اكبر من اي كلام ممكن يتقال عليه الحقيقه خالص يعني. ثانيا على المستوى الشخصي احنا لا بنتعامل مع علي ان هو واحد من بلد ثانيه ولا حاجه ولا هو بيتعامل معانا ان هو من بلد ثانيه. اكيد علي تحس ان هو واحد من تربي من جوه النادي الاهلي بروحه واصراره وعزمته. فاي كلام بيتقال مش على علي بس او اي حاجه على اي حد ثاني احنا لا بنركز فيها ولا بنديها اهتمام. تمام. طيب هل في تمديد لعقده تجديد لعقده اي حاجه بمناسبه عقد علي معلول؟ انا قلت لك يعني من دقيقه واحده قلت لك علي بتحس ان هو يعني واحد اهلاوي افضل عن جد يعني. لكن في النهايه بتخش في عالم الاحتراف. طبعا يعني في الفتره اللي جايه ممكن يبقى فيه يعني اهتمام مش اهتمام يعني نوع من الملفات اللي ممكن نقفلها بدري بدري يعني وده نهجنا وده طريقتنا في التعامل في الملفات اللي هي بتاعت تجديد للمواسم اللي جايه. طيب مفيش اي مشكله علي معلول واحد من اللعيبه الكبار الملتزمين المنضبطين المحبين جدا للفريق يعني هي محاوله لعمل مشكله كويس ان مدير الكره يطلع يوضح. طيب الحقيقه ازدواجيه المعايير ديت مع الاهلي مش حاصله بس في العطاء او التعاطي الاعلامي في مواقف مختلفه ونلاقي المواقف والتقييم متباين لكن حتى في التحكيم. فاكرين جون ايمن اشرف في البنك الاهلي؟ بالمناسبه البنك الاهلي من شويه عين كابتن خالد جلال مدير فني بعد الكابتن محمد يوسف. خالد جلال مدير فني للبنك الاهلي. البنك الاهلي مع مباراته مع الاهلي ايمن اشرف طالع وحطت الكره بدماغه جون. الهدف ده لو انتوا فاكرينه اللي الغائه تسبب في ان الاهلي يخسر نقطتين ويطلع متعادل. شايفين الحكم ميدو سلامه؟ شايفين الحكم ميدو سلامه اللي جنب اللعبه وحسابها جون. حسابها جون. هو الحكم اهو شاف اللعبه وحسابها جون. شوفوا بقى ازدواجيه المعايير الخارقه. الكره قدام عينيه وحسابها. لفت الايام ما لفتش كتير ده يا دوب اسبوعين ثلاثه واحنا بقى في بطوله العالم ومحدش واخد باله. سيراميكا كليوباترا بيلعب مباراته مع مصر المقاصه. حكم الفيديو ميدو سلامه. الراجل اللي كان بيصفر في ماتش الاهلي والبنك الاهلي كان حكم صفاره في المقاصه والسيراميكا. طلع باسم مرسي مهاجم المقاصه الجديد اللي منضم للمقاصه طالع وجايب جون. ادي اللقطه بصوا سبحان الله نفس الجامب ونفس الوضع بالنسبه للمدافع قدامه. ميدو سلامه بقى اللي كان مصفر في ماتش الاهلي وراح شاف الفيديو وسمع كلام عمرو الشناوي في الفار ولغى الجون هو اللي كان في اوضه الفار وحسب الكوره هدف. يعني مع باسم مرسي بالجامب اللي انتوا شفتوه ادي سعيد حمزه الحكم حسب واستنى الفار. ميدو سلامه في غرفه الفار اكد له ان ديت جون على الرغم من في فرق جوهري هنا. الثانيه كانت على خط الجون مفيش فرصه للمدافع انه ينط يلعبها بالظبط لان كانت بتتحرك وراه بالظبط. انما اللي دي في بصوا اللقطه دي في شوفوا الاهلي اتعادل مع البنك الاهلي بكره دي اهن المباراه الاخيره للمقصه باسم مرسي ده جون. لا انا بقول هنا كمان الكوره كانت في المتناول الاثنين يعني هنا أيوة. ممكن يكون المهاجم منع اللعيب لكن حسبها والتاني على خط المرمى. ممكن تقول لي بقى حسبتها وانت حكم حسبتها وانت حكم فار ليه ما اصرتش على رايك في ماتش الاهلي؟ يعني انت معنى كلامك انك لو انك حكم الفار لاحتسبتها. ايوه يبقى اشمعنى رضخت الحكم الفار؟ بالظبط. مع انه ليه ما صممش على رايه؟ مع ان رايه استشاري باستمرار للحكم. صحيح. طيب
برضو في محاولات البعض العبث في علاقات الاهلي بكل الانديه، دايما وابدا منطقه علاقه الاهلي بالاسماعيلي منطقه مرصوده عند هؤلاء، مرصوده عند هؤلاء الذين في نفوسهم مرض. لكن الكابتن علي ابو جريشه فكيه الكره المصريه ونجم الاسماعيلي الحقيقه قال كلام مهم جدا عن تعاون النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب مع الاسماعيلي. نشوف. انا بشكر مستر عماد والكابتن محمود الخطيب، الناس عملوا معانا جهد كبير جدا، وخطيب كمان قدم حاجات جميله جدا يعني، وقال للعيبه حتى احنا كنادي مش هناخد اي حاجه من الاسماعيلي يعني كده، وحتى بعض اللعيبه قال لهم فلوسكم هتاخدوها من عند الاهلي. الراجل ما قصرش وادى بصراحه يعني حاجه يمكن ما اتعملتش خالص قبل كده في النادي الاهلي او يعني كده. لكن لازم الناس تفهم وتعرف ان رغبه اللاعب هي الاهم. انا بصراحه لما لقيت لعيبه اتاخرت في الرد يومين ثلاثه، انا طلبت المهندس عادل القيعي وقلت له مش عايز حد. انت حضرتك طلبته كده؟ قلت له مش عايز حد، انا عايز اللي يجي يبقى عنده رغبه، انما ضد رغبته ما يجيش، ولذلك انا مش عايز حد. جبنا بس لعيب ناشئ بس ممتاز يعني، على فكره الخواجه واللعيبه دي بعد كده كانت الخواجه كاتبه ومعجب بيه جدا. شوف بسرعه كده، لولا التوقيت والاهلي كان يحزم حقائبه ولاعبوه، كل واحد لعيب في النادي الاهلي كان عنده امل يروح كاس العالم للانديه، لان اللعب لنادي بحجم النادي الاسماعيلي وطابع النادي الاسماعيلي نجح اي لعيب هو يعني شيء مشرف. ولكن كل يوم بيؤكد ان العلاقه بين الاهلي والاسماعيلي يعني على اعلى مستوى، ويعني الخير بما شهد به الاقربون. ده بالتاكيد. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في الثامنه مساء الاثنين القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.